نعم كاثرين، يعني استيقظ الفلسطينيون على خبر مفجع بسقوط أكثر من 40 شهيدا وأكثر من 60 جريحا جراء استهداف طائرات الجيش الإسرائيلي لخيام النزوح في المناطق الغربية من مدينة خان يونس بأكثر من 4 صواريخ، مما أدى إلى استشهاد عدد كبير من المواطنين في مواصي خان يونس. هنا في قطاع غزة لا ساعة تشبه الأخرى من ساعات هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على كافة محافظات قطاع غزة، فهناك سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة من محافظات قطاع غزة أدت إلى سقوط العشرات وإصابة أيضا المئات بجراح مختلفة جراء تواصل لهذا العدوان الإسرائيلي المستمر على محافظات القطاع. ففي وسط القطاع الهدوء الحذر هو سيد الموقف، ويشوبه أيضا الكثير من التوتر في ظل يعني استمرار للتحليق المكثف للمسيرات الإسرائيلية التي ما تزال تحلق وعلى علو منخفض في سماء وسط قطاع غزة المكتظ بأكثر من 1.5 مليون نازح ونازحة. أيضا سبق هذا الهدوء أيضا سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق واسعة من وسط قطاع غزة، وكانت أعنف الغارات الجوية الإسرائيلية عندما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا لعائلة اللوح في المناطق الشمالية لمخيم النصيرات، وأدى ذلك إلى سقوط شهيدين وإصابة آخرين بجراح مختلفة، وتم نقل جثامين الشهداء والإصابات إلى مستشفيي العودة وشهداء الأقصى. أيضا كان هناك قصف مدفعي متواصل للمناطق الشمالية لمخيم النصيرات، هذه المنطقة التي تشهد قصفا مدفعيا عنيفا وأيضا وإطلاق نار من قبل آليات الجيش الإسرائيلي ومن قبل طائرات ومسيرات إسرائيلية التي تطلق النار على المناطق الشمالية من مخيم النصيرات على منطقة أرض الدعوة وأيضا منطقة أرض المفتي ومنطقة أيضا الزهراء وأيضا منطقة الغربية أيضا من مخيم النصيرات، منطقة أبو معلا وأبو مهادي وأيضا منطقة أرض الأسرة. هذه المناطق تتعرض لقصف مدفعي عنيف وإطلاق نار من قبل آليات الجيش الإسرائيلي، كون هذه المنطقة يعني مكشوفة وهناك تحذيرات للمواطنين من الوصول إلى تلك المناطق لأن الجيش الإسرائيلي سيطلق النار على كل من يتحرك في تلك المنطقة الشمالية من مخيم النصيرات. أيضا لربما هناك شهداء أو جرحى لكن يصعب الوصول إليهم أثناء تنفيذ القصف الجوي أو المدفعي، لكن يتم انتشالهم في وقت لاحق. كذلك القصف المدفعي طال المناطق أيضا الشمالية لمخيم البريج عندما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بعدة قذائف الأراضي الزراعية في تلك المناطق دون أن يبلغ عن وقوع أي من الإصابات، وإنما هناك أضرار مادية في المناطق المستهدفة من قبل المدفعية الإسرائيلية. كذلك طال القصف المدفعي أيضا المناطق الشرقية لمدينة دير البلح أيضا واستهدفت أراضي زراعية في تلك المنطقة وأيضا منازل للمواطنين التي يتم استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي. فبالتالي الوضع في وسط القطاع حتى هذه الساعة هدوء مشوب بالحذر في ظل استمرار للتحليق المكثف للمسيرات الإسرائيلية التي ما تزال تحلق وعلى علو منخفض في سماء وسط القطاع. أي غارة إسرائيلية على أي منطقة في وسط القطاع ستوقع عدد كبير من الشهداء والجرحى، كون وسط قطاع غزة يعني منطقة متكدسة ومكتظة بالنازحين جراء يعني كونها أو كما صنفها الجيش الإسرائيلي بأنها منطقة إنسانية، لكن على ما يبدو الجيش الإسرائيلي يستهدف كافة المناطق سواء إنسانية أو غير إنسانية، يتم استهداف المدنيين وخيام النازحين ومنازل للمواطنين وأيضا مراكز للواء، فبالتالي يسقط عدد كبير من الشهداء والجرحى. الوضع صعب والكل يترقب في ظل استمرار للتحليق المكثف للمسيرات الإسرائيلية في سماء وسط القطاع. قبل قليل كان هناك بيان من قبل المكتب الإعلامي الحكومي وأدان المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبتها أو ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مواصي خان يونس، وقال بأن المبررات الإسرائيلية أو هي كاذبة والجيش الإسرائيلي يكذب برواياته وبوجود يعني استهداف عناصر للمقاومة الفلسطينية في منطقة المواصي، لكن ما رأيناه في المنطقة من يعني
حفر كبيرة لاستهداف الناس في تلك المنطقة، تدل على استهداف لأيضا تبرير قتل المدنيين بقذائف ذكية كما يقول الجيش الإسرائيلي. لكن أرض الواقع هناك حفر تصل إلى 9 أمتار جراء إطلاق قرابة 4 صواريخ على منطقة المواصي في غرب مدينة خان يونس، وأدى ذلك إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء وإصابة العشرات بجراح مختلفة. يعني أجساد الشهداء ممزقة، أشلاء وصلت إلى المشافي، وأيضا هناك إصابات بترت أطرافها في جراء هذه الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. هناك إدانة واسعة لهذه المجزرة من قبل الفصائل الفلسطينية ومن قبل المؤسسات الأهلية والمحلية في وسط أو في قطاع غزة. وأيضا هناك مطالبات بضرورة التدخل من أجل يعني وقف لهذا العدوان وتحميل الإدارة الأمريكية وإسرائيل مسؤولية هذه المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023.